ماذا تحب أن يعرفك الناس كأفضل شنو؟ يعني مثلاً كأفضل صاحب لحية أو كأفضل كذا أو كأفضل كذا أو كأفضل كذا. فبماذا تريد أن يعرفك الناس؟ بأفضل شنو؟ بالكرم. كأفضل؟ لا كأفضل شنو؟ كأفضل رجل. خلينا نشوف. كأفضل رجل. صح. وهذا الاحتمال هو سادس احتمال. أنت أستاذ محمد شنو ممكن تحب؟ طبعا مو أنت، احنا سألنا 100 رجل سألناهم وأجابوا هاي الاحتمالات. بماذا تحب أن يعرفك الناس؟ بكأفضل مظهر. ها؟ أفضل مظهر. كأفضل مظهر. خطأ، لم يأتي هذا بالاحتمالات. إذن تفضل أخي محمد وأخ عمر تفضل. ولو 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 أنت امرأة سيدة، لكن أريد نشوف أن تفكرين أيضا بما فكر به الآخرون الرجال لما سألناهم. قلنا لهم بماذا تحب أن يعرفك الناس كأفضل أو يعرفك كأفضل كذا؟ كأفضل مدير. كأفضل مدير. كأفضل مدير. صح، برافو، موجود. بدينا نعرف. مو هسه تشاور، بعدين. وأخ أحمد. أنا أقول كأفضل قائد. كأفضل قائد. أي نعم، يعني الواحد لازم يكون قائد. خطأ. مو ضروري. مو ضروري يكون أفضل قائد. مرات يعني مو ضروري. يبدو أنت تطمح إلى القيادة وإلى الزعامة. بس من حقك، ليش لا؟ صح. خلينا نشوف دعاء. إيش فكروا الرجال كأفضل شنو؟ كأفضل صديق. كأفضل صديق. خطأ ثاني مع الأسف. خلينا نشوف النجم الآن. عليكم أن تشارون. تفقوا. تفقوا كأفضل شنو؟ وأرجع عليك عمر. كأفضل أب. كأفضل أب. صح. قاعد يتوضح السؤال إذن. كأفضل ومينة. معلم. كأفضل معلم. هذا خطأ ثالث. هي هاي الاحتمالات، طبعا احتمالات هواية، أفضل كذا وأفضل كذا وأفضل كذا، لأنه الرجال المئة كل واحد عنده شيء ما. وخلي نشوف، خلي نشوف النجم الساطع إن شاء الله. الآن أريد أسمع وسم. كأفضل أخ. كأفضل أخ. أخ. ودلال. كأفضل أخلاق. كأفضل أخلاق. أخلاق. ونور. كأفضل أخ. كأفضل أخ. الآن محمد أنت تقرر. اسمع.